حسنا، اليوم سوف نكمل معا دراسة حال. الذال، ممتاز. الذال بنت أم ولد؟ بنت. فوقها ماذا؟ نقطة. ممتاز، رائع صغيري، أحسنت. فوقها نقطة. الذال تجلس على السطر أم تنزل أسفل سطر اللغة العربية؟ صوت أعلى. تجلس على السطر دائما ولا تنزل أبدا أسفل. ونضع فوق الذال ماذا؟ ونقول من تحميني من أشعة الشمس؟ الفتحة. ونقول ذا الفتحة، ذا ذا الفتحة، ذا الفتحة، ويكون فمي مفتوح إلى أين؟ لأعلى أم للجانبين؟ لأعلى، أحسنت. ذا الفتحة، ذا. ها أنا حرف الذال يا أحمد، أنا خط مائل أستدير وأجلس على السطر. فوقي نقطة، من يحميني من الزحلقة في الصابون يا أحمد؟ كسرة. كسرة، أين تجلس الكسرة، فوق أم تحت؟ تحت. تحت، ونقول ذا الكسرة؟ ذي. أحسنت، ذا الكسرة ذي. وأخرج لساني عندما أنطق، أخرج طرف لساني عندما أنطق حرف ماذا؟ الذال. نعم الذال. وكيف يكون شكل فمي مع الكسرة؟ مفتوح لأعلى أم للجانبين أم إلى أين؟ جانبين. رائع، أحسنت صغير البطل. أنا حرف الذال يا أحمد، خط مائل، ها أستدير وأجلس على السطر. السطر، ممتاز يا بطلي. ومن تحميني من برد الشتاء؟ الضمة. ونقول ذال ضمة، ذو. ممتاز، ذال ضمة ذو، ذال ضمة ذو، ويكون فمي إلى أين؟ مضموم إلى أين؟ ها؟ لأعلى؟ للجانبين أم للأمام؟ مضموم للأمام، أحسنت يا بطل الصغير. إذن هيا معا، ذال فتحة، ها ممتاز أيها المعلم الصغير أحمد، بطلي، أحسنت، شرح جميل ورائع، الكثير من النجوم إلى للمعلم الصغير أحمد، شكرا لك يا أحمد.